وحدهم شهادة أن أحد يكونوا نشيطين ويفيقوا ويهزوا البيكالات ديالو الصحة الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم كذلك. تبارك الله عليكم ويوم أحد سعيد، وكنتمنى لكم جميعا حظ موفق وصحة جيدة إن شاء الله. وشكرا. شكرا لك استاذ عبد الرق. لا شك ان كل الشركاء الحاضرين معنا سيطلعون كذلك على ونحن نتحدث عن المجال الرياضي. لابد ان نشكر الجهات المنظمه لهذا الطواف، وكذلك حتى الجهات الوصيه على القطاع الرياضي باقليم تيزنيت على المجهودات المبذوله. ونحن كنشوفوا مجموعه من الاوراق التي تحدث في تيزنيت بدعم من هذه الوزاره. نتفضل بكلمه مشكورا السيد المندوب الاقليمي للشباب والرياضة ليشاركنا هذه اللمة في هذه الصبيحة الرياضية المتميزة. فشكرا لمساكن تيزنيت على ما بذلناهم جهود جبار لأجل العالم بالفضاء الرياضية بتيزنيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. لا يمكننا إلا أن نهنئ جميع المتدخلين في هذا النشاط نظرا للنجاح الذي لقيه، وأخص بالذكر نادي الرجاء للدراجات من تيزنيت والمجالس المنتخبة سواء المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي، وكذلك السلطات المحلية والمصالح الأمنية اللي قاموا بالتغطية لهذا الطواف. هذه فرصة أولا باش لتشجيع الأطفال على ممارسة رياضة الدراجات، وكذلك محبة للدراجات بالمدينة من أجل انتقاء العناصر التي يمكنها أن تطعم هذا النادي. فالشكر موصول للجميع، وكذلك تهنئة للجميع على هذا النجاح الذي لقيه هذا الطواف، ومتمنياتي بمزيد من العطاء لجميع الأطر التي أشرفت على هذا الطواف، وأخص بالذكر الأطر التقنية وكذلك آباء وأولياء التلاميذ، وكذلك أطر وزارة التربية والتكوين الذين أبوا إلا أن يساهموا في تنشيط وكذلك تنظيم هذا النشاط. ومتمنياتي لباقي فقرات هذا الحفل التوفيق، وشكرا لكم. الشكر موصول كذلك باسم ساكنة تيزنيت لكل الجهات الوصية وكل الذين يسهرون على تحديث فضاءات المدينة بشكل يليق بمستوى هذه المدينة. فأيتما يستمر نشكر باهرة 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 تيمغارين ولا تفرخين اللي شاركني غدا وريات سلا وانا كنت تيمغارين ديما تروانس نحمد تشاركني غير دار غير تيني مس تلاي الوعي وزومت الاسره التيزنيتيه راس بهره تيني عيوزنن بهره او تمثلنا غيوزنون اي تمالي ما صفقات في بويانون صفقات حاره على كل المشاركات الذين شاركنا في هذه الدوره المتميزه والناجحه بكل المقاييس. حضرات السيدات والساده، ننتقل واياكم الى مجال اخر من الالتفاته الكريمه من الجهات المنظمه والذي ستسلط الضوء على طاقات يعني زاخره بمدينه تيزنيت التفاته منها من اجل تكريمها في هذا الحدث الرياضي. يشاركني في تقديمهم الزميل عصام الصابر الرياضي والاستاذ الرياضي الرياضه وفي نفس الوقت منشط المدينه في المجال الرياضي، مراسل اذاعه راضي بلس الرياضيه المشاركه ديالو وتتبعه للملفات الرياضيه على المدينه سيطلعنا على التكريمات. التكريم الاول للاستاذ ناموس مؤطر للمنتخب الوطني للبراعم، سيتحدث عنه عصام ويلتحق بنا استاذ ناموس مشكورا الى المنصه تحت تصفيقتكم. اذا شكرا استاذ الزبير. اذا كما اسلفت الذكر تحيه مجدده لكم اعزائي التلاميذ اعزائي التلميذات، تحيه مجدده لكم سياده قائد المقاطعه الحضريه الاولى، سياده المدير الاقليمي لوزاره الشباب والرياضه، السيدة دراق عضوة جهة سوس مساء، السادة أساتذة التربية البدنية والرياضة، السادة الآباء، السيدات الأمهات،
تحية لكل الوجوه النيرة الحاضرة معنا اليوم في إطار فعاليات النسخة 11 لطواف الشعب للدراجات. تحية كذلك لرؤساء الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني. تحية خالصة كذلك للمستشهرين والمداعمين لهذا الحدث الرياضي. شكر موصول كذلك لجنود الخفارج الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، ولكل من ساهم من قريب وبعيد في إنجاح هذا الحدث الرياضي. الشكر موصول كذلك لرئاسة المجلس الجماعي، لرئاسة المجلس الإقليمي، وكذلك المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة. إذا كما تفضلتي سي عبد العزيز الأبيض، مدينة تيزنيت مدينة الطاقات والمواهب الرياضية، مدينة تيزنيت التي أعطت الشيء الكثير للرياضة المغربية في شتى المجالات. جمعية رجاء تيزنيت لدرجة اليوم أبت إلا أن تقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لأحد أبنائها البررة. عندما نتحدث عن الأستاذ عبد الله الناموس، نتحدث عن أستاذ له صلة وطيدة بتكوين براعم من مدينة تيزنيت على مستوى كرة القدم. سي عبد الله الناموس بالمناسبة حاز على لقب البطولة الإقليمية لكأس دانون وإقليميا، حاز كذلك على البطولة الجهوية بمناسبة كذلك منافسة كأس دانون، قبل أن يتوج بطلا للمغرب رفقة فريق مكون من أبرز التلاميذ أغلبهم بطبيعة الحال منتمون لمديرية الإقليمية لتيزنيت. وبالتالي عن شطر واستحقاق اختير السي عبد الله الناموس لكي يتواجد إلى جانب اللحظة أن يكون ضمن الطاقم الرسمي رفقة المنتخب الوطني المغربي للشرك مؤخرا في بطولة العالم من قلب نيويورك الأمريكية. لكل متتبعين للرياضة الوطنية، شاهدنا أن منذ المقابلة الأولى المسار جدا إيجابي لخوض المنتخب الوطني المغربي المدرسي من قلب نيويورك الأمريكية. شاهدنا كذلك النتيجة التاريخية والفوز أمام المنتخب الفرنسي، الفوز أمام المنتخب الكندي، الفوز كذلك أمام المنتخب أعتد المنتخبات أقول المكسيكي ومنتخبات عالمية أخرى. السي عبد الله الناموس اليوم يستحق نوقفوا السادة الحضور الكريم تلاميذ ونسقوا بحرارة على الأستاذ سي عبد الله الناموس رفقة كذلك التلميذ، عندما نقول التلميذ زيدين رضا عمر. زيدين رضا عمر بطبيعة الحال هو ابن مدينة تيزنيت كذلك، ينتمي لمدرسة الوفاء بمديرية الإقليم تيزنيت، يعتبر هداف المنتخب الوطني المغربي. وبالتالي احنا كساكنة مدينة تيزنيت لنا الفخر أن نفتخر بشكل كبير أن المنتخب الوطني المغربي سجل هذا الإنجاز التاريخي لفرح له بشكل كبير. كذلك الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتبع هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي المدرسي من قلب نيويورك الأمريكية. وما نطولش عليكم، غادي نخلي السي عبد الله الناموس رغم أنه خجول السي عبد الله الناموس ما تيبغيش يهضر، تيبغي يخدم في الخفاء، ولكن اليوم غادي نفرضوا على السي عبد الله الناموس يقول لنا بعض الخبايا والكواليس اللي عاشها من قلب نيويورك الأمريكية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الحضور الكريم، تلاميذ، الاباء، مسؤولين، مؤطرين، السلطات. نشكر بالاخص سي حميد الرحال اللي هو فكر انه يعطيني واحد الفرصه انني نتكرم امام الجمهور ديال مدينه تيزنيت، وهذه اول بادره الحمد لله. بالنسبه للمشوار ديال براعم، فبداية كانت من تيزنيت بأطفال مدينة تيزنيت، كان عبر مراحل بطولة إقليمية، ثم من خلال مدرسة المعالي، ثم بطولة جهوية من خلال منتخب مدينة تيزنيت، ثم بطولة وطنية من خلال منتخب بطولة الجهة، ثم كذلك مشاركة عالميا في مدينة نيويورك مع أعداد المنتخبات 32 دولة، كأس العالم للبراعم، وتكلاسينا المرتبة الثالثة. كانت أجواء رائعة، كانت مباريات جد حاسمة، ومرتبة الثالثة أمام الأرجنتين والمكسيك، المكسيك هي الفائزة. بالنسبة للمشوار كان جد رائع، كانت نتائج إيجابية جدا، وكان الجميع كان نتبع هذا المشوار. نشكر الجميع اللي شجعونا عن بعيد او عن قريب بقلب. كنشكر الجمعيه ديال الدراجات، نادي الدراجات من خلال السي حميد السي العمري. كنعاود نجدد انهم كنجدد لهم الشكر الجزيل. ومحزوم شهاده
أنا ممكن أحد يكونوا نشيطين ويفقوا ويزدوا البيكالات ديالو الصحة الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم كذلك. تبارك الله عليكم ويوم أحد عيد وكنتمنى لكم جميعا حظ موفق وصحة جيدة إن شاء الله وشكرا. شكرا لكم أستاذ عبد الرق. لاش كان كل الشركاء الحاضرين معنا سيطلعون كذلك على ونحن نتحدث عن المجال الرياضي. لابد أن نشكر الجهات المنظمة لهذا التوافق كذلك حتى الجهات الوصية على القطاع الرياضي بإقليم تيزنيت على المجهودات المبذولة. ونحن كنشوفوا مجموعة من الأوراش التي تحدث في تيزنيت بدعم من هذه الوزارة. نتفضل بكلمة مشكورا السيد مندوب الإقليمي للشباب والرياضة ليشاركنا هذه اللمة في هذه الصبيحة الرياضية المتميزة. فشكرا لمساكن تيزنيت على ما هم جهود جبار من أجل العالم بالفضاء الرياضي بيزنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. لا يمكننا إلا أن نهنئ جميع المتدخلين في هذا النشاط نظرا للنجاح الذي لقيه، وأخص بالذكر نادي الرجاء للدراجات من تيزنيت والمجالس المنتخبة سواء المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي، وكذلك السلطات المحلية والمصالح الأمنية اللي قاموا بالتغطية لهذا الطواف. هذه فرصة أولا باش لتشجيع الأطفال على ممارسة رياضة الدراجات، وكذلك محبة للدراجات بالمدينة من أجل انتقاء العناصر التي يمكنها أن تطعم هذا النادي. فالشكر موصول للجميع، وكذلك تهنئة للجميع على هذا النجاح الذي لقيه وهذا الطواف، ومتمنياتي بمزيد من العطاء لجميع الأطر التي أشرفت على هذا الطواف، وأخص بالذكر الأطر التقنية وكذلك آباء وأولياء التلاميذ وكذلك أطر وزارة التربية والتكوين الذين أبوا إلا أن يساهموا في تنشيط وكذلك تنظيم هذا النشاط. ومتمنياتي لباقي فقرات هذا الحفل التوفيق وشكرا لكم. الشكر موصول كذلك باسم سكنة تيزنيت لكل الجهات الوصية وكل الذين يسهرون على تحديد فضاءات المدينة بشكل يليق بمستوى هذه المدينة. فأيتمادي استمر نشكر بهرة تيمغارين ولا تفرخين اللي شاركني غدا وريات سلاونا وكتي مغارين دي بنت الوانس نحمد تشاركني غاية دارة غدتيني بس تليل الوعي وزمت الأسرة التيزنيتية رس بهرة التيني عيوزنن بهرة أولت مثلنا غيوزنن أيتمادي استمر صفقات في قيانون صفقات حارة لكل المشاركات الذين شاركنا في هذه المؤسسة التعليمية للسيدة حليمة المرازي بالمناسبة، كذلك فاعلة جمعوية بامتياز رئيسة جمعية المستقبل الرياضي للكرة الطائرة، والتي انتخبت مؤخرا نائبة الأولى لرئيس عصبة شوس مسا، وبالتالي انتخابها نائبة لرئيس عصبة شوس مسا للكرة الطائرة ما هو إلا شرف للمرأة التيزنيتية. للسيدة حليمة المرازي بطبيعة الحال عندها كما ومحزوم شهادة أنا ممكن أحد يكونوا نشيطين ويفقوا ويزدوا البيكالات ديالو الصحة الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم كذلك. تبارك الله عليكم ويوم أحد عيد وكنتمنى لكم جميعا حظ موفق وصحة جيدة إن شاء الله وشكرا. شكرا لكم أستاذ عبد الرق. لاش كان كل الشركاء الحاضرين معنا سيطلعون كذلك على ونحن نتحدث عن المجال الرياضي. لابد أن نشكر الجهات المنظمة لهذا التوافق كذلك حتى الجهات الوصية على القطاع الرياضي بإقليم تيزنيت على المجهودات المبذولة. ونحن كنشوفوا مجموعة من الأوراش التي تحدث في تيزنيت بدعم من هذه الوزارة. نتفضل بكلمة مشكورا السيد مندوب الإقليمي للشباب والرياضة ليشاركنا هذه اللمة في هذه الصبيحة الرياضية المتميزة. فشكرا لمساكن تيزنيت على ما هم جهود جبار من أجل العالم بالفضاء الرياضي بيزنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. لا يمكننا إلا أن نهنئ جميع المتدخلين
في هذا النشاط نظرا للنجاح الذي لقيه، واخص بالذكر نادي الرجاء للدراجات من تيزنيت والمجالس المنتخبه سواء المجلس الاقليمي او المجلس البلدي، وكذلك السلطات المحليه والمصالح الامنيه اللي قاموا بالتغطيه لهذا الطواف. هذه فرصه اولا باش لتشجيع الاطفال على ممارسه رياضه الدراجات، وكذلك هذه محبه للدراجات بالمدينه من اجل انتقاء العناصر التي يمكنها ان تطعم هذا النادي. فالشكر موصول للجميع، وكذلك تهنئه للجميع على هذا النجاح الذي لقيه هذا الطواف، ومتمنياتي بمزيد من العطاء لجميع الاطر التي اشرفت على هذا الطواف، واخص بالذكر الاطر التقنيه وكذلك اباء واولياء التلاميذ وكذلك اطر وزاره التربيه والتكوين الذين ابوا الا ان يساهموا في تنشيط وكذلك تنظيم هذا النشاط. ومتمنياتي لباقي فقرات هذا الحفل التوفيق وشكرا لكم. الشكر موصول كذلك باسم ساكنة تيزنيت لكل الجهات الوصية وكل الذين يسهرون على تحديد فضاءات المدينة بشكل يليق بمستوى هذه المدينة. فايتما دي استمر نشكر باهرة تيمغارين ولا تفرخين اللي شاركني غدا وريات سلا وانا كنت تيمغاري دي بنت الوانس نحمد تشاركني غاية دارة غير تيني بس تلاقي الوعي الزوم الأسرة التيزنيتية راس بهرة تيني أيو زنن بهرة أول تمثلنا غيو زنن أي تماريس ما صفقات في قيانون صفقات حارة على كل المشاركات الذين شاركنا في هذه الدورة المتميزة والناجحة بكل المقاييس. حضرات السيدات والسادة ننتقل وإياكم إلى مجال آخر من الالتفات الكريمة من الجهات المنظمة والذي ستسلط الضوء على طاقات يعني زاخرة بمدينة تيزنيت التفاتة منها من أجل تكريمها في هذا الحدث الرياضي. يشاركني في تقديمهم الزميل عصام الصابر الرياضي والأستاذ الرياضي الرياضة وفي نفس الوقت منشط المدينة في المجال الرياضي مراسل إذاعة رادي بلس الرياضية المشاركة ديالو وتتبعه للملفات الرياضية على المدينة سيطلعنا على التكريمات. التكريم الأول للأستاذ ناموس مؤطر للمنتخب الوطني البراعم سيتحدث عنه عصام ويلتحق بنا أستاذ ناموس مشكورا إلى المنصة تحت تصفيقتكم. إذن شكرا سعد الزبير. إذن كما أسلفت الذكر إذن تحية مجددة لكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، تحية مجددة لكم سيادات قائد المقاطعة الحضرية الأولى، سيادات المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة، السيدة دراق عضوة جهة سوس مساء، السادة أساتذة التربية البدنية والرياضة، السادة الآباء، السيدات الأمهات، تحية لكل الوجوه النيرة الحاضرة معنا اليوم في إطار فعاليات النسخة 11 لطواف الشعبي للدراجات. تحية كذلك لرؤساء الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني. تحية خالصة كذلك للمستشهرين والمداعمين لهذا الحدث الرياضي. الشكر موصول كذلك لجنود الخفارج الأمن الوطني القوات المساعدة الوقاية المدنية ولكل من ساهم من قريب وبعيد في إنجاح هذا الحدث الرياضي. الشكر موصول كذلك لرئاسة المجلس الجماعي، لرئاسة المجلس الإقليمي وكذلك المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة. إذا كما تفضلت سي عبد العزيز الأبيض، مدينة تيزنيت مدينة الطاقات والمواهب الرياضية، مدينة تيزنيت التي أعطت الشيء الكثير للرياضة المغربية في شتى المجالات. جمعية رجاء تيزنيت لدرجة اليوم أبت إلا أن تقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لأحد أبنائها البررة. عندما نتحدث عن الأستاذ عبد الله الناموس نتحدث عن أستاذ له صلة وطيدة بتكوين. تفضل سي عصام، تفضل سي خضير إلى المنصة لإشراف على الطنبورة، واللي بغينا كل المشاركين يتابعوا لأن هذه المحطة الأخيرة واللي فيها تتويج لكل المشاركين، كل بحطه وكل باسمه. لك الخط والميكروفون زميلي عصام. شكرا سي عبد العزيز الابيض. اذا السي الخضير بغيت نحطوا هذا الصندوق بالفعل نخلطوا ان شاء الله باش نشوفوا كاع التلاميذ باش نرجعوا شويه للور. اجابتي ما
نرجعوا شويه حنايا اللور باش نخليو التلاميذ والتلميذات باش يشوفوا. بلاتي بنتي بلاتي، اسميتك؟ فاطمة بندور. فاطمة فين كتقراي؟ سنت. ماشي من المؤسسة؟ يعقوبي. اليعقوبي، مزيان فاطمة. إذا حركي فاطمة لو لقات مزيان وعطيني واحد الرقم. يلا شوفي لهذا الشيء، شوفي اللي عندي هنا وحركي مزيان. زيد زيد حركي مزيان باش نشوفوا أول محظوظ أو محظوظة. يلا عطيني ورقة الله يرضي عليك. أنا غنمشي لهوا واحد يمشي لهوا. وحدة. عاودي عاودي خلطي مزيان، عاودي خلطي مزيان. يلا عطيني ورقة وحدة. شكرا شكرا. أين؟ إذا الرقم المحطوط الأول سي عبد العزيز الأبيض، الرقم المئات رقم واحد. يلا اللي عنده في رقم المئات رقم واحد راه باقي عنده الخط. نمروا الرقم العشرات، اللي عنده الرقم العشرات واحد. السلام عليكم مشاء. الرقم العشرات تسعود، رقم المئات واحد، واللي عنده في رقم العشرة تسعود، يعني 190 على الأقل ياك. وبالتالي الرقم المحظوظ أو المحظوظة 190. يلا 190 اللي عنده الرقم 190 تفضل بسرعة. شوفوا طبعا رقمكم 190 190. عيد الرقم 190. إذا غنحسبو من 10، يلا حسبوا معايا العدد التنازلي. 10 إذا رقم المحظوظ. أنا أعتقد السي عبد العزيز على ما أعتقد غادر، داك الشيء علاش قلنا لكم كاع اللي مشاركين تبقاو معنا. كاينة يلا تجي مع الدراجة ديالك، عجب انت جيبي الدراجة ديالك 190. كاينة السي عبد العزيز كاينة مزيان 190. تفضل أستاذ هذا الرق مشكورة إلى المنصة. تفضل أستاذ هذا الرق لتسليم الجائزة الأولى. جيبي الدراجة ديالك والآن ألف مبروك للمحظوظة الأولى. تفضل أستاذ. صافي غير أشير سي عصام أن اللي سمع الرقم ديالو وكان الزميل ديالو هو اللي فاز يدير له الطريق على اساس تسهيل الولوج الى المنصه. مشكورا شكرا للجميع على التنظيم على تنظيم وعد المشاركه. جبت جبت تفضلي معنا تعدي فوق المنصه دوري من هنا. استجاب على الجائزه الاولى الاسم رقية. اش من المستوى؟ ثلاثة. إذا مؤسسة ابن ماجه لا تصفيق حرة، دائما مؤسسة ابن ماجه حاضرة بقوة، وبالتالي أول محظوظة تنتمي لمؤسسة ابن ماجه. تفضلي سلمي الجائزة ديالك اللي عبارة عن كأس مهداة من طرف نادي الرجاء للدراجات. جابتي باش يديروا الصورة. سي عصام إلا تذكرتي أنه السنة الماضية كانت ابن ماجه هي اللي حصدت بالفعل سيطرت على الجوائز كامله، وبالتالي تلاميذ ابن ماجه تلاميذ محظوظين. شكرا. وبالمناسبه هذا الشكر للسيد المدير السي كازيزا الاستاذ كازيزا بطبيعه الحال الاستاذ المتميز الذي يدير باقتدار مؤسسه ابن ماجه. نواصل نواصل. سي عبد العزيز تفضل بنتي اسميتك؟ دنيا جداوي. دنيا اسم المؤسسه؟ اليعقوب. إذا دنيا يلا حركة دنيا الوريقة مزيان وعطيني رقم واحد. زيد حركة مزيان زيد زيد زيد. شكرا لك أستاذ هذا الرقم. هنا تنراقبوا جميع سي عصام حرك مزيان ونشوف شكون الرقم الفائز معنا وشكون اللي محظوظ. بالفعل سي عبد العزيز الرقم المحظوظ التالي لمئات كذلك، اللي عنده رقم شاغل عشرات بلا ما يتسنى لمئات رقم المئات خمسة، اللي عنده 100 ولا 200 ولا 400 خارج الحرف. يلا الصحابة 500 اللي عنده 500 في الرقم 584 584 584 584. إذا أعيد 584. هو كاين هو كاين. يلا تفضل تفضل. Thank you.
إذن قبل التوصل بالمحظوظ دي تحية خالصة من الدكتور السي الحسين العمري للدكتور تلمودي أحد المدعمين الشخصيين والرسميين للدورة السابقة شفاه الله وعافاه. إذن أتمنى الشفاء العاجل للدكتور تلمودي الذي كان ولا يزال من بين المدعمين الرئيسيين للطواف الشعبي. شكرا لك عصام. سي حميد الضحان رئيس جمعية نادي الرجاء للدراجات، تفضل. مشكورا لتسليمك هذا التليار. المؤسسة ثانوية ترقنة. ثانوية ارقنة، إذا ثانوية ارقنة تتوج بالجائزة التالية. هنيئا. إذا ما بعد ابن ما جاء ثانوية ارقنة غادي نمروا للسحب التالت. يلاه بنتي حركي ورقة مزيان بسرعة. حركي مزيان. يلاه أعطيني واحد الرقم. شكرا. إذا بعد المئات دابا غنرجعو للعشرات. اللي عنده 100 الفوق هذه راه مشات هذه الجائزة هذه، وبالتالي رقم العشرات، رقم العشرات 84. 84 هو الرقم المحظوظ الثالث. 84 رقم 84. إذا الشرارة تسقينا تقصي عزام. أيوه على ما أعتقد عنصر نسوي. تفضلوا. ولا الدري اللي معروف مزيان تفضل. يلا بسرعة وهنيئا. ها هو جاب البيكالا ديالو ها هو مهزي. إذا الجائزة الثالثة عبارة عن كرة، كرة قدم للمحظوظ في الجائزة الثالثة. إذا هنيئا هنيئا للمتوج والفائز بطبيعة الحال في جائزة عبارة عن كرة قدم. برافو عليك. دراري عافاكم، قصوا شوية اللور، قصوا شوية اللور عافاكم. هاد الصف هذا هي هذيك السي سعيد. ها 84 نور سير من ساتوج هاد الدري. السي سعيد من لوك اللي غيتوج هاد الفائز هو عضو جمعية نادي الدراجات. وليد لطيفي السي عبد العزيز، وليد لطيفي مهد قرات، مولا سليمان. هانئا اللي تنوي الاعداد ديال مولا سليمان. تبارك الله عليك السي لطيفي، عطاك جلسة العبد الصورة التذكارية السبانية رفقة المتوج الثالث. هانئا. سي حافظ الخطير يسلم بياتي الكاي سي سليمان. تفضل تفضل سي عبد الغني لتسليم الدراجة السبايا. محظوظ السبايا اليوم كيستحق هذه الدراجة هذه. يستحق 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 طبعا. سبايا بطبيعة الحال المصور القديم ديالنا وكذلك المربي ديالنا في الكشفية. حولنا الجائزة من كرة السلة للدراجة السبايا كيستحقها. دابا الجائزة ديال هذا المحظوظ هذا هو عبارة عن كرة السلة. يلا بتعطي ورقة واحدة من تحت. شكرا. إذا الرقم المحظوظ الوالي العشرات. دائما اللي عنده المئات بعيد عن المنافسة في هذه الجائزة هذه مشات لكرة السلة. اللي عنده العشرات 20 لا 30 لا 40 لا 50 لا 60 لا 70 لا 80 ثانية. الجائزة الوالية أمام الجمهور الأستاذة حليمة اللي هو الكرة الطائرة هي الجائزة الوالية. يلا جاوب السيدة حليمة انت اللي غتسلمي هذه الجائزة ان شاء الله لمحظوظ. يلا حركي بنتي مزيان، حركي من التحت. يلا اعطيني ورقة واحدة. شكرا. سي عبد العزيز غادي نرجعو مرة أخرى لرقم مني. يخلص فاش كتقراي؟ مؤسسة لالا ماريا. لالا مريم. هانئا هانئا للمؤسسة العتيقة بمدينة تزنيت مؤسسة لالا مريم. وهانئا للكرة الطائرة التزنيتية وهانئا لك بهذا الكرة. شكرا. وشكرا للأستاذة حليمة مروزي. سي عصام دقيقة لأن وصلنا للجائزة الكبرى ولكن نشوفوا السي جمع باقي شي جائزة أخرى. تفضل. معنا أصغر مشاركة. ها هو أصغر مشترك في البكرة ديالو. ها هو تبارك الله تبارك الله عليك. أوه غادي تفوق من الساق
فاست 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 لينا اشكون اللي فاست اشكون اللي اصغر مشارك باك هذه جو جميل سعد عزيز شو ممتر ولا الحمد شو جميل جدا شجاعة شجاعة إذن هنيئا سي عبد العزيز الابيض إذن كنوصلوا لحظة للسحب اللي كينتظروا الجميع سي جمع قربوا هذه الدرجة هي هذه باش يشوفوها جميع المشاركين هذه هي الدرجة اللي كينتظرها الجميع درجة عشرات غنفقدوا الأمل في هذا البيكا الهادرة مشات جائزة كبرى عشرات لا ما تسناو المئات المئات رقم المئات الأول رقم واحد اللي عنده 200 300 400 500 الى اخره ما دخلش في المنافسه اللي عنده الرقم 100 الرقم 100 رقم العشرات رقم العشرات كذلك دابا تعرفنا على رقم 100 هو رقم واحد يعني اللي عنده 100 راه باقي في المنافسه رقم العشرات اذن الرقم المحظوظ والفائز بالجائزه الكبرى هو الرقم 152 إذا في انتظار توصلوا بالفائز هذه تحية مرة أخرى لكم السادة المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة السي عصام يتفق معي السي حميدة دوحان الدكتور حسين العمري الأستاذ العابد العمري مشروع الأول منصة لتسليم هذه الجائزة الكبرى لهذه السنة ومعه رؤية من المشاركين سي القايد سي المدير الشعار